عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير. يسعد صباح كل واحد عنده صباح، ويسعد مساء كل واحد عنده مساء. معاكم اخوكم سامح الخوالقة، قناة منوعات رحالة. ان شاء الله يا جماعة ده اخر فيديو باسم قناة منوعات رحالة. هنغير اسم القناة ان شاء الله لتصبح صيادين رحالة. ان شاء الله محتوانا اللي جاي باذن الله هيكون رحلات صيد بمواصفاتها ووصف اماكن الصيد، سواء بقى في سمك ما فيش سمك، احنا هنوصف مكان صيد نكون متاكدين منه ان المكان ده مصيد كويس، يا هنقعد نصطاد فيه اذا ربنا اكرمنا بسمك هنصطاد السمك وهنوري لكم السمك، ما حصلش نصيب يبقى احنا ايه عرفناكم المكان ده. فده ان شاء الله المحتوى الجديد بتاع القناه، قناه صيادين رحاله، وده ان شاء الله اخر فيديو. بمناسبه ان ده اخر فيديو ان شاء الله، فانا عملت لكم فيديو جميل خالص ان شاء الله كل الناس هتستفيد منه، الصيادين اللي هم القدام والصيادين الكبار والصيادين اللي هم الصغيرين والمبتدئين. جمعت لكم فيديو انا بقالي فترة طويلة شغال على الفيديو ده عشان نجمع لكم المعلومات اللي فيه. ان شاء الله يا جماعة انا اخترت فيديو النهاردة 5 اشياء لشروط يوم ناجح، يوم صيد ناجح. 5 اشياء يا جماعة لمواصفات يوم صيد ناجح. ان شاء الله ال5 اشياء دول لو اجتمعوا في يوم صيد هيكون يوم ممتاز باذن الله وهتتراضى. طبعا احنا سالنا ناس كتير واشتغلنا على الموضوع ده فتره طويله عشان نقدر نجمع لكم معلومات مختصره في فيديو ان شاء الله ما يتعداش ال10 دقائق. طبعا يا جماعه يعني فضلا وليس امرا تعملوا لنا لايك عشان المعلومات دي تنتشر وتوصل لاكثر صيادين، وفي الوقت نفسه طبعا اللي عايز يكمل معانا يشترك عندنا في القناه. بصوا يا جماعه ال5 اشياء اللي احنا هتشترط في نجاح اليوم ونجاح طلعه الصيد بتاعنا ان شاء الله. اول حاجه هنا احنا عايزين اتجاه ريح ثابت لمده 36 ساعه. لو صدفك في اليوم اللي انت طالع فيه تصطاد، لو راقبت، يعني لازم الصياد لازم يراقب، مش لو راقبت، لازم تراقب الريح. لو سبت معاك الريح اتجاهه 36 ساعه فتاكد ان ديت اول بشره كويسه لنجاح طلعه الصيد بتاعتك. اتجاه ريح ثابت 36 ساعه، سواء بقى جاي بحري، سواء جاي شمالي غربي، سواء جاي شمالي شرقي، سواء من الغرب سواء من الشرق، المهم يكون ريح ثابت. طبعا الصياد مع الخبره لما بيبقى فيه ريح ثابت من الشرق فبيروح مكان معين بيبقى معروف ان هو بياكل في الشرق، ولما بيبقى جاي من الغرب مثلا لو ثابت من الغرب بيروح مكان تاني بيبقى فيه في الغرب، وفي واحد بيتوكل على الله. في كلا الاحوال ثبات ريح لمده 36 ساعه دي اول مواصفه ليوم صيد ناجح باذن الله. الحاجه الثانيه يا جماعه هنا ان شاء الله ايام حمل للشاطئ وفساد للمركب. لو انت ان شاء الله طالع على الشاطئ فهتختار يوم من ايام الحمل. ايام الحمل وايام الفساد اتكلمنا فيها على الفيديو اللي فات، هنسيب الرابط بتاعه ان شاء الله في صندوق الوصف باذن الله. هتلاقي على الشمال كده سهم كده هتدوس عليه هيطلع لك عنوان الفيديو والرابط بتاعه ان شاء الله باذن الله. يبقى تاني شرط لو هنصطاد من على الشاطئ نختار يوم حمل، لو هنصطاد من المركب نختار يوم من ايام الفساد. عندنا طبعا 15 يوم للحمل و15 يوم للفساد، او 14 يوم حمل و14 يوم للفساد. الحاجه الثالثه يا جماعه ان احنا عايزين نقعد في المصيد بتاعنا صيد لمده 8 ساعات، يفضل ان تكون بين المد والجزر. طبعا برضو الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا فيه عن المد والجزر، فاحنا عايزين ان شاء الله نختار 8 ساعات صيد يكونوا بين الحمل، عايزين نختار 8 ساعات يكونوا بين المد ويكونوا بين الايه؟ بين الجزر. المد والجزر برضو قلنا هنسيب برضو عنوان الفيديو ازاي تعرف اوقات المد واوقات الجزر، هنسيبه برضو في صندوق الوصف. هتدخل برضو على السهم اللي هو ده هتلاقي اسم الفيديو والرابط بتاعه. دي كده يا جماعه 3 حاجة ان شاء الله. رابع حاجة سرعة ريح. عايزين طبعا لو هنصطاد من على الشط سرعة الريح. سرعة الريح يا جماعة عايزين لو هنصطاد من على الشط تكون ريح حتى 9 كيلو متر في الساعة. 9 كيلو متر في الساعة ده ريح مناسب جدا لصيد الشط. طب معاه قد ايه؟ معاه ارتفاع موج من 4.1 لحد نص متر. يبقى 4.1 لحد نص متر ده ارتفاع موج كويس. دي رابع مواصفة للصيد.
طب لو هنصطاد من على المركب، لو هنصطاد من على المركب هنزيد 50% من الموضوع ده. يعني لو هنصطاد في ريح 9 هنزود عليه 4 كيلو، 4 كيلو ونص، يبقى ريح لحد 13 كيلو ونص على المركب، ده هيبقى ريح ممتاز جدا. طيب النص متر هنزود عليهم النص اللي هو ربع، يبقى هنصطاد في بحر حتى متر الا ربع، يبقى ريح 13 كيلو ونص في الساعة مع بحر متر الا ربع مع اتجاه ريح ثابت مع ايام فساد، ده هيبقى يوم مناسب جدا لصيد الايه المركب. و9 كيلو متر في الساعة مع نص متر مع ايام حمل، ده هيكون يوم مناسب جدا لايه للشط، طبعا مع ايه مع اتجاه ريح ثابت. عايزين بقى ايه نتكلم عن اخر حاجة اللي هي موسم السمكة والطعم المفضل ليه. هندي برضو كده معلومة كده، جدول مختصر كده، يعني هنعصر خبرة سنين ان شاء الله في جملة كده مختصرة كده بمشيئة الله. عندكم يا جماعة ان شاء الله من شهر مثلا 9 لحد شهر 3، ده مثلا لو هنصطاد بعجينة فبيبقى متوفر عندي لصيد العجينة البوري، ومتوفر عندي البطاطا لصيد العجينة. طيب لو دخلت ببرغوت في وسط العجينة ان شاء الله ممكن نعلق بعض شرغوش، نعلق دنيسة. لو اشتغلت بعقر ودود اسماعيلاوي او ديدان هنعلق دنيس بمشيئة الله. يبقى من 9 ل 3 لو هنصطاد بعجينة ان شاء الله هنعلق بمشيئة الله بوري وبطاطا وبعض شرغوش ممكن يدخل عليا. لو غيرت بقى برغوت دود كلام من ده هنعلق شرغوش وهنعلق دنيسة هيدخل عليها قروصة بمشيئة الله، لو المية مية قروص. ده بالنسبة من 9 ل 3. طيب طبعا من 9 ل 3 برضو الله يرحمك يا ابو قير، يا الله يرحمك يا رب ويصلح حالك وحال اهل ابو قير كلك. تحياتي لاهل ابو قير الصيادين المحترمين واصحاب المراكب، ان شاء الله ربنا يقعدكم خير. طبعا في يا جماعه مينا جديد في ابو قير ان شاء الله وهنتكلم عنه في الفيديوهات الجديده. المينا دي اتردمت كميه كبيره من البحر فتعتبر قضت على ارض الدنيس. صيادين اسكندريه طبعا عارفين ان كنا بناخد احنا من شهر 9 لحد 3 ده كنا بننزل تسقيط على الدنيس في ارض ابو حسوه في ابو قير، حتى كان لينا عندنا فيديوهات نزلنا من ميامي ما كناش لاقيين مراكب في ابو قير، نزلنا من ميامي لحد ابو قير عشان نصطاد دنيس من هناك، ربنا يعوض عليكم خير. فطبعا كان من 9 برضو لحد 3 كنا بننزل تسقيط على الدنيس، بس الدنيس والموزه والميره كنا بناخد احلى سمك يعني، وعندنا فيديوهات في القناه بتقول الكلام ده. ده قلنا برضو ده من انواع السمك المستهدفة في شهر 9 وشهر 3. عندك طبعا ان شاء الله من 3 برضو لحد ما تكمل 9 تاني بتاخد بقى ان شاء الله بيدخل عليك بقى ايه الشراغيش برضو، والبطاطا برضو بتبقى موجودة، وفي موسم برضو بطاطا بيبدأ في الايام ديت في ابو قير، مختص في ابو قير موسم البطاطا ده في جزيرة نيلسون، برضو ان شاء الله هنعمل لكم فيديوهات فيها بمشيئة الله. بيبقى برضو من 3 ل 9 ده بالعجينة برضو بيدخل الشرغوش وكده. ده يا جماعة ان شاء الله اخر شرط اللي هو الطعم المفضل للسمكة المستهدفة. مش عايز اطول عليكم، هنكتفي بكده ان شاء الله. هنودع اسم منوعات رحالة ان شاء الله، اسم صيادين رحالة يكون اسم خير علينا وعليكم. تحياتي ليكم، يا رب ما نكونش طولت عليكم، اخوكم سامح الخالقة. بنأكد تاني طبعا فضلا وليس امرا ادعم لنا المقطع دوت بلايك عشان ينتشر واكتر ناس تقدر تستفيد منه، لان اللايك يا جماعة بينشر الفيديو وبيخلي اكتر الناس توصل لهم الفيديو. طبعا يا جماعة ده كله اجتهاد مننا والله اعلم، والرزاق موجود طبعا، رزقك هتاخده بدون اي شروط. لازم نقول الكلمتين طبعا قبل ما ننهي الفيديو بتاعنا. تحياتي ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.